إن شاء الله تكونوا بخير. محاضرتنا لهاي اليوم تتكلم عن التيمبورال اند انفراتيمبورال فوسا. سو انه هذه الاريا راح ناخذها ديتيلز وشنو هي المحتوى مالتها بالضبط، هاي الاريا الموقع مالتها بالسكيل يعني بالجمجمه مالتنا. نبلش بمحاضرتنا واللي هي أول شيء راح ناخذ بالتفصيل عن التيمبورال فوسة. وشنو أقصد بالتيمبورال فوسة؟ تيمبورال فوسة أي مكان أذكر بيه فوسة معناه خسفة، معناه في الدبرشن، معناه فد يعني فد شيء فد نزلة قصة مثل ما يقولون. فالتيمبورال فوسة هي عبارة عن area exactly وين راح أحكي بالسكيل. إذا هاي السكيل الجمجمة هاي هي تيمبورال فوسة. إذا التعريف مالتها كلش مهم. is a depression هو عبارة عن انخفاض on the temporal region and one of the largest landmark in the skull. إذا أنا عندي هذه السكيل مالتي وحدة من العظام اللي بيها هو فد عظم اسمه temporal bone. يم التيمبورال بون اكو فد خسفه، هاي الخسفه اسمها شنو؟ التيمبورال فوسا، يعني الخسفه مال التيمبورال بون. ذا تيمبورال بون هذا التيمبورال بون، وراح هسه هنا نقدر نحكي على هوايه من عظام يعني يسووا لي هذه المنطقه. ذا تيمبورال بون، ذا سفينويد بون، ذا بارايتال بون اند ذا فرونتال بون كونتريبيوت تو اتس كونكيف وول. شنو يعني كونكيف وول؟ يعني الجدار مال هذه القصه مالتنا، نعم طلاب، فالجدار يعني مال هذه الاريا مال هاي الفوسه هو يتكون من عده عظام، منها من هاي العظام هي البارايتال بون، الفرونتال بون، هنا طبعا اكو هذا الفرونتال بون، هذا الفرونتال بون، هنا البارايتال بون، هنا يذكر لك انه ذني كل العظام هن يسوي لي الجدار يعني المحد المسطح مالتها الداخلي مالتها، يعني تعرفون يعني كونكيف يعني محدب وكونفكس يعني العفو مقعر، والكونفكس يعني محدب، فهو الكونكيف يعني الجزء اللي يعني الدبرشن مال الفوسه مالتنا. فالدبرشن يعني شنو؟ يعني خسفه، يعني هي مثل من اسمها طسه، طسه يعني شنو؟ يعني مكان يعني داخل شويه بالسكال مالتنا، يعني في الدبرشن يعني انحناء. فهذا الانحناء بحدود هذني العظام هي تكون لي الحدود مال هذه الاريا اللي هي شنو؟ البارايتال بون، هنا جريتر وينج اوف سفينويد، هذا اللي اقصد بيه عظم، عظم اسمه سفينويد. فهذا الجزء اللي يعني جناح الكبير من عنده. بعد شنو عندنا؟ قلت لكم التيمبورال بون، التيمبورال بون والفرونتال بون، هذني كلهن هن يسوي لي شلون كانه الحدود مال هاي الاريا، يعني مو الباوندريز وانما هن المسؤولات ذني كلهن بهن شويه الحين انخفاض انخفاض، فبالتالي طلعت لنا انخفاض واحد اللي هو اسمه تيمبورال فوسا. It is superior عادة التيمبورال فوسا تكون اعلى من الانفرا تيمبورال فوسا، من اسمها انفرا يعني تحت، يعني هاي تيمبورال فوسا جواها هم اكو بعد خسفه. طبعا باي ذا واي طلاب احنا ليش بدنا نذكر ذني الارياس؟ لانه اكيد بيها فستراكشر كلش مهمه واني لازم اتعلمها، ولذلك انا دالح عليها واحنا بدنا ناخذها بمحاضره وراح ناخذها ان ديتيلز. تمام، بما انه انا عندي تيمبورال فوسا فاكو جواها انفرا تيمبورال فوسا. انفرا تيمبورال فوسا معناه اقل جوه تحت، اذا التيمبورال فوسا ده يقول لك is superior to the infratemporal fossa، واللي هي الانفراتيمبورال فوسا وين مكانها؟ جوه زايغوماتيك ارش. شوفوا طلاب هذا التيمبورو زايغوماتيك ارش، هذا في الارش اذا تذكروه اخذنا محاضره الباروتيد، هو عباره عن يعني بوني بروميننس موجود بال يعني بالفيس ماتي وبالسكال. جوه اكو اللي هي هاي الاريا المنخفضه اللي اسمها انفرا تيمبورال فوسا، فوقاهن اللي هي تيمبورال فوسا مالتنا. اذا هنا من هذا تعريفنا عرفنا انه عندنا في مصطلح اسمه تيمبورال فوسا اللي هو عباره عن اريا منخفضه موجوده بالجمجمواتي، وهي اعتبرها كلش مهمه، لارجست اكبر اللاند مارك بالسكيل. طبعا ذني العظام اللي ذكرناها تكونن يعني الكونكيف وول مالتها،
وطبعا هي دائما تكون يعني فوق الانفرا تمبرال فوسا، اللي هي اصلا الانفرا تمبرال فوسا موجوده تحت الزايجوماتيك ارش، اللي هو هنا زايجوماتيك ارش جوا في الشيء احنا ما نشوفه، في شيء اسمها انفرا تمبرال فوسا، فوقها التمبرال فوسا. تمام. هسه نجي على الحدود مال يعني الباوندريز اوف ذا تيمبورال فوسا. طبعا ما اعرف طلاب شويه بهذا السلايد تو لارج، هذا السلايد بحيث شويه هنا الحدود مالته من بينه، فاتس فاين يعني يو كان فايند وات واز ريتن ان ذا سلايد ان يور ليكتشر which is in a PDF form. تمام. فهنا هاي دا احكي على الحدود مالتها، يعني تبعوا وياي. temporal fossa boundaries مالتها الحدود anteriorly من الامام، اذا دا نحكي منه من الامام zygomatic and frontal bone، اذا هذا الفرونتال بون هذا الزايجوماتيك بون، هي هاي طبعا الاريا المنخفضه هي هاي temporal fossa، شوفوا هذه temporal fossa. فالحدود مالتها الاماميه هي الفرونتال والزايجوماتيك بون. الحدود الخلفيه posteriorly عندنا في شيء يسموه inferior temporal line and supramastoid crest. خلينا نجي لهذا الرسم مالتنا، هذا الانفيرير temporal line، هذا اللاين يعني في الخط موجود بالtemporal area، وهذا السوبرماستويد كريست، هذا هنا هذا في شيء كريست، شلون يعني في حاجز يجي اوكي في منطقة فاصلة كريست فشي يعني بوني بروميننس ممتد زين. شلون الجسر فاذا بوستيريرلي شنو القى الانفيرير تيمبورال لاين والسوبرماستويد كريست. نرجع للمحاضرة، سوبيريرلي من الاعلان القى السوبيرير تيمبورال لاين اللي هو هذا، هو السوبيرير تيمبورال لاين هذا. inferiorly من الاسفل نلقى الزايجوماتيك ارش، هذا طلاب الزايجوماتيك ارش هذا اللي هو يمتد من يعني موجود بالسكيل وموجود حتى بالفيس عندنا، هذا الزايجوماتيك ارش. الفلور مالتها يعني القاعده مالتها بداخلها الارض مالتها شنو هي، تتكون من جزء من عظم الفرونتال بون يعني من عظم اللي مال الوجه، وبرايتال بون هم عظم بالجمجمه، تمبورال بون اند جريتر وينك اوف سفينويد، اذا هذا الفرونتال بون هذا الجريتر وينك اوف سفينويد، هذا بعد شنو عندنا قلنا البرايتال بون هذا البرايتال بون، وبعد عندنا شنو التمبورال بون اللي هو هذا التمبورال بون سكويموس تمبورال. اذا التمبورال بون والزايجوم والفرونتال بون والجريتر وينج اوف سفينويد والبرايتال بون هذول يسووا لي الفلور يعني شلون كانه الارضيه مال هاي الفوسه. عندنا في الاريا هنا كلش مهمه طلاب، هذا اسمها بتريون، بتريون راح نجي طبعا هنا عليها ذا بتريون، سو انه هاي هنا مكتوب لك هنا البتريون، هذا التعريف كلش مهم اجيبه بالامتحان دير بالكم عليه. هسه راح نقول ليش هذا الشيء مهم. The pterion lies هذا هو طبعا ليش هو مهم. The pterion lies in anterior part of the floor، اذا هو يعني منطقة موجودة بالtemporal fossa. وين موجود؟ بالانتيرير بارت اوف ذا فلور، اذا يعني هذا الفلور مالتنا اللي قلنا يتكون من ذني العظام هو موجود بالجزء الامامي من الفلور اللي هو الارضيه مال يعني مالتنا. وير حيث طبعا هذا العظم الفرونتال بون بارايتال بون سكواموس تيمبورال اند جريتر وينج اوف سفينويد ينجمعون على شكل اتش شيب، اذا هي هاي الاريا هاي البتريون تكون على شكل اتش شيب. اذا تلاحظون شوفوا ايش قايل لكم الفرونتال بون، اذا هذا عندنا الفرونتال بون هذا الفرونتال بون سوالي جزء سكواموس تيمبورال، خلينا نتبع وين السكواموس تيمبورال، هذا السكواموس تيمبورال هذا البارت الثاني. بعد ايش قال لك؟ قال لك الجريتر وينج اوف سفينويد، هذا الجريتر وينج اوف سفينويد وهذا البارايتال بون، فسوالي اريا شكلها اتش شيب، هاي اتش شيب
هذا واحدة من يعني الأضلع مال الإتش، هذا الضلع الثاني من الإتش، وهذا الفتحة بالنص. إذا هاي الأريا هي هاي، شوفوا المؤشرة هاي اسمها بتريون. أسألك شنو تعريف البتريون؟ هي أريا تقع بالانتيريور بارت مال الفلور، in the interior part of the floor of the temporal fossa. temporal fossa إذا هي البتريوم موجودة في temporal fossa، هي عبارة عن area شكلها H shape. هذا ال H حدوده من ال frontal bone عظم الوجه الأمامي، من ال greater wing of sphenoid هذا العظم الأصفر، من ال squamous temporal bone أو من ال parietal bone. أجيبها بالامتحان هاي تجربالكم عليها ال area. طلاب ليش انه هاي الاريا ذا كلينيكال سيجنيفيكانس اوف بتريون؟ ليش يعني من الجانب يعني السريري ليش هي هاي الاريا مهمه؟ لانه هي اعتبرها اضعف منطقه، ذا ويكست بارت اوف ذا سكيل، هي اضعف منطقه بالجمجمه مالتنا. بما انه هي اضعف اذا معرضه الى خطر، وبعد شنو بيها؟ عندنا فد شريان كلش مهم وكبير بالجمجمه مالتنا. طلاب عندنا كلش فد ارتري شريان كلش مهم موجود بهذه تحت البتريون، اللي هي قلنا كلش منطقة ضعيفة بالسكيل. هذا الارتري اسمه ذا انتيريور ديفيجن، القسم الامامي من الميدل مننجيال ارتري. هذا الشريان كلش مهم موجود بالسكيل، يزود لي بالدم بمكانات كلش هواية بالجمجمة مالتي، واني اعتبر هاي الاريا هي اضعف نقطة بالجمجمة. تمام، هذا الشريان وين موجود؟ تحت underneath the بتريون. اذا اي مشكلة راح تصير للبتريون هذا الارتري راح يتأذى، وبالتالي راح يسوي لي مشاكل كلش يعني مو سهلة. consequently وبالنتيجة a traumatic blow اي ضربة راح to the بتريون may rupture، راح يسوي لي rupture. يعني شنو rupture؟ يعني دم، يعني شلون بعد تعرفون يعني ترجمتها بالعربي رابتشر، يعني هفتشي ويعني كل شيء تأذى راح، يعني صار ل I don't know the exact meaning in Arabic، عندي مشكلة بالترجمة من الإنجليش للعربي لأنه ما أعرف، يعني أحس إنه إحنا يعني دكتورز فلازم نتعامل ب يعني medical terms without explaining things in Arabic just the really important thing to be cleared. So rupture يعني انفجار، يعني شلون الانفجار راح يصير للميدل مننجيال ارتري كوزنج، فبالتالي ما راح يصير رابتشر لهذا الارتري، راح يصير لي تجمع دموي. هذا التجمع الدموي اسمه ان ابيديورال هيماتوما. شنو يعني ان ابيديورال هيماتوما؟ هيماتوما طلاب يعني كولكشن اوف بلاد، يعني تجمع دموي. ابيديورال هيماتوما هسه نشوف وين راح يتجمع الدم. از وين البليدنج اوكيرز بتوين ذا توف اوتر ممبرين كفرينج ذا برين اند ذا سكيل. إذا هذا الدم ده يتجمع between بين ال outer membrane covering the brain، بين ال يعني الغطاء اللي يحيط لي الخارجي اللي يحيط لي الدماغ والسكيل. زين، ف the pterion may also be fractured. The pterion may also be fractured indirectly. إذا ممكن يعني directly يصير be fractured، أو ممكن indirectly بطريقة غير مباشرة by يصير عن طريق ضربة إلما to the top or back of the head، يعني قمة الرأس أو إلى الأسفل من الدماغ. هذا هنا that place sufficient force on the skull to fracture the pterion. إذا صارت لي في قوة كلش يعني شلون يعني direct أو indirect يعني تروما ضربة لل يعني للجمجمة من الجزء الأعلى والأسفل إلها، فراح يسوي لي شنو فراكتشر؟ يعني شنو فراكتشر؟ يعني كسر بالبتريون اللي هي هاي المنطقة اللي هي كلش مهمة، واللي يعتبرها يعني أضعف منطقة بالجمجمة. وليش قلنا مع الطلاب كلش مهمة؟ لأن بيها تحتها أكو الجزء الأمامي من الميدل مننجيال أرتري، وبالتالي إذا صار دمج لهذه الأريا راح يصير ربتشر وانفجار بهذا الأرتري الشريان، وراح يصير عندي تجمع دموي اللي هي إبيديورال هيماتوما، اللي هذا بين قوسين لازم تعرفون يعني شنو إبيديورال هيماتوما، يعني هذا التعريف مهم. باي ذا واي هذا كله مهم، يعني كل الحكي اللي أذكره هو مهم.
هاي البتريون اللي هي قلنا كي اتش شيب اللي قبل شوي حكينا التعريف مالتها اذا تتذكرون، قلنا هي موجودة بالانتيريور بارت الجزء الامامي من ال من يعني الفلور مال التمبرال فوسا، واللي تتكون من عظم اللي هو الفرونتال بون والجريتال وينج اوف سفينويد والسكواموس تمبرال والبارايتال، راح يعطوني يعني اريا على شكل اتش شيب تمام اللي هي البتريون. زين نيجي على الكونتنت يعني المحتوى of the temporal fossa، شنو هاي الاريا اش تحتوينه بحيث اني هيك يعني همتني لازم اني اتعرف عليها. تحتوي لي على فد فاشيا، فاشيا يعني شلون غطاء كفر، فشي اسحل على اسمها جاي هذا الكفر اسمه temporal fascia. So temporal fascia هي شنو؟ عبارة عن غطاء كفرز للتمبورالس مصر. طبعا هي هاي الاريا اللي عندنا راح تجي عضلة كبيرة من جهتين تغطيها، هذه العضلة اسمها temporalis muscle. التemporalis muscle الغطاء حتى أحافظ على temporalis muscle بالtemporal fossa أريد في الغطاء يغطيها، شو اسمه هذا الغطاء؟ temporal fascia. إذا أول شيء عندي temporal fascia، ثاني شيء من الكونتنت من المحتوى هي temporalis muscle العضلة اللي موجودة بالدماغ ماتي. is one of the muscles وحدة من العضلات مال الماستيكيشن، يعني تذكرون ولا أخذنا يمكن هيجي شيء أو راح ناخذ إن شاء الله next lecture تكمل هذه اللكتشر مالتنا العضلات مال الماستيكيشن. يعني شنو ماستيكيشن؟ يعني مضخ. أوكي واحدة من العضلات اللي مسؤولة عن الماستيكيشن هي منو؟ التمبورالس مصر. شلون دي يعرف لياك انه هي شنو هي؟ it is a broad انه هي واسعة فان تشبه المروحة مصل on each side of the head على جانب الوجه من الهيد من الراس العفو من الجانبين. وطبعا هي تملي التمبورال فوسه يعني على اسمها، وتكون اعلى الزايجوماتيك ارش فوق الزايجوماتيك ارش، so it covers much of the temporal bone. اذا هي فوق الزايجوماتيك ارش وهي تحتل التمبورال فوسه فاكيد راح تغطي اغلب التمبورال بون تمام. هذه هسه احنا اخذنا تمبورالس فيشيا هاي، وهاي تمبورالس مصر. اذا هاي العضله اذا تشوفون لونها احمر بينما الغطاء هو يصير شلون يعني شيء شفاف، هو هذا الغطاء اللي يحيط لي هاي العضلة يحمي لي اياها. هاي العضلة موجودة على الشكل شوفوها شلون المروحة، وتكون برود واسعة سولز يعني تملي لي كل التمبورال فوسة وبذلك تغطي لي معظم التمبورال بون. بعد شنو عندنا من المحتويات مال التمبورال فوسة؟ عندنا في شيء اسمه الميدل تمبورال ارتري، هذا طلاب الميدل تمبورال ارتري. نشوف هذا شنو الارتري الرايزز، هذا ينشأ من immediately يعني حالا فوق the zygomatic arch، فوق ال zygomatic arch وراح يسوي perforating، راح شلون يعني يثقب هاي الفاشيا temporal fascia، وراح يعطينا برانش حتى يزود لي بالدم المن هاي العضله temporalis muscle تمام. بعد شنو عندنا بهاي الاريا طلاب؟ فد نيرف، فد عصب اسمه زايكوماتيكو تمبرال نيرف، يعني هذا النيرف اكزاكتلي المكان مالته هو بين الزايكوماتيك ارش وبين التمبرال بون. واعتقد بعد صار لكم واضح وين ذني يعني العظميتين موجودات. it immediately pierces، هذا راح يعني حالا يثقب التمبرالس فيشهم مع سبلايز، راح يزود لنا السكالب يعني السكالب شنو يعني الراس يعني السكالب يعني الجزء الاعلى من الهيد مالتنا السكالب. of the anterior half of the temporal fossa above the zygomatic arch، اذا يزود لنا supplies the scalp. تمام طلاب، هذا النير هو immediately رأسا راح يثقل temporal fascia، راح يزود لنا السكالب اللي هي فروة الرأس بجزءها أو the anterior half of the temporal fossa يعني temporal fossa الجزء يعني النص الأمامي منها من فروة الرأس، كذلك above the zygomatic arch يزود لي بالأعصاب ونير. بعد من المحتويات مال يعني التمبرال فوسه خلينا نشوف هذا الزيجوماتيكو تمبرال نيرف، هذا الزيجوماتيكو تمبرال نيرف سبلاي بال
تقريبا الانتيريور هاف اوف ذا تشامبر اوف وسه، يزودنا اياه بالدم، وراسا يثقبن التشامبر على السهم ويزودني بالدم السكارف. اوكي، بعد شنو عندنا؟ عندنا فزا اللي هو ويا الزايجومتيكو تمبرال نيرف يجي مرافق الزايجومتيكو تمبرال ارتري اللي هو يزود لي المنطقة بالبلاد، يعني بالبلاد سبلاي، هذاك بالنار وهذا بالبلاد. بعد شنو عندنا يا نيرف؟ عندنا ديب تمبرال نيرف ديب تمبرال ارتري. سو ديب تمبرال نيرف هو اني اعتبره برانشز اوف ذا مانديبولار ديفيجن اوف ذا تراجمينال نيرف. كاتبت لك شنو يعني نوت شنو التراجمينال نيرف، سو هسه نجي عليه. اذا هو يعتبر فرع من التراجمينال نيرف. خلينا نشوف شنو التراجمينال نيرف. التراجمينال نيرف يعتبر الكرانيال نيرف الخامس. تذكرون اخذنا بالمحاضره السابقه او المحاضرات السابقه الفيشيال نيرف، وقلنا هو الكرانيال نيرف السابع، واخذنا الجلوسو فرنجيال نيرف اللي هو قلنا الكرانيال نيرف التاسع اللي يزود لي يعطيني سبلاي للباروتيد جلاند. هسه التراجمينال نيرف يعتبر الكرانيال نيرف الخامس، يرمز له كرانيال نيرف في يعني خمسه، وهو is a nerve responsible for sensation، مسؤول عن الإحساس، in the face بالوجه، والموتور function such as biting and chewing يعني العظم والمضخ، هو عن طريق منه؟ عن طريق الموتور part مال الترايجمينال نيرف. بينما sensation الإحساس بالفيس هو مسؤول عن الترايجمينال نيرف. it is the most complex of the cranial nerve، هو أكثر واحد بهم معقد. فبارت منه برانش منه اللي هو برانش اوف ذا مانديبولار ديفيجن، يعني شنو مانديبولار ديفيجن؟ ات ذا مانديبل يعني بالليفل مال مانديبل اللي هو عظم مال الفك الاسفل، راح يتفرع ويعطينا برانش اللي هو اسمه ديب تمبرال نيرف اللي هو ار 2 ان نمبر، طبعا اثنين، واحد امامي وواحد خلفي انتيرير وبوستيرير، ويدخلون they enter the deep surface of the temporalis، راح يدخلون السطح العميق من التمبراليس ويزودون اياها بالاعصاب. من مصاحب الها؟ مصاحب الها الديب تمبرال ارتري اللي يزود المنطقه بالبلاد سبلاي. تمام، هذين اللي حكيناهم طلاب كلهن هي الكونتنتس يعني المحتويات او التمبرال فوسا، يعني هذه الماي اريا اللي موجوده بالسكال. هاي كلها حكينا عنهن التأشيرات اللي اخذناهم. نكمل محاضرتنا طلاب، اللي هسه احنا وصلنا اخذنا التمبرال فوسا، وهسه راح نجي على الانفرا تمبرال فوسا. زين، شنو يعني طلاب الانفرا تمبرال فوسا؟ هم ماتين تعريف اللي تتذكرون، نرجع شوية محاضرتنا بالبداية، قلنا تمبرال فوسا هي ديبريشن يعني منطقة خسفة موجودة بال يعني بالتمبرال ريجن اللي هي هاي وياها الاريا، واللي قلنا هي اعتبرها كلش مهمة كلاند مارك، وهي لارجست يعني اكبر لاند مارك بالجمجمة، واكو بيها حدود عظمية تسوي لي الكونكيف وول مالتها اللي قلنا هو الفرونتال بون، تمبرال بون، فرايتال بون، وهذا هنا السفينويد بون اللي هو هذا بارت منه الجريتر وينج اوسينويد. قلنا هي التمبرال فوسا موجودة فوق بينما جواها منه الانفرا تمبرال فوسا. اذا هذه اللي اقصد بيها راح نجي سناخذها، which lies اللي تقع شنو جوا الزيجوماتيك ارش. so الانفراتمبرال فوسا lies below the skull تحت الجمجمة behind خلف the body of maxilla. maxilla يعني يعني عظم، هذا عظم بالوجه موجود. تمام، الوجنات يعني الماكزيلا، so هي behind the body of maxilla ولاترال شوية بعيدة عن اللاترال تيريغويد بليت. هذا هم ماتين عظم، هذا ويا طلاب اللاترال تيريغويد بليت هي تكون طبعا هي يعني هسه انفراتين بروفوس بهذا الجانب ما دا اقدر اشوفها الا يعني واحد يقلب السكيل يلا يشوفها. فهذه خليت لكم الصورة الثانية من الاسفل تشوف الانفراتين بروفوس، شوفوها طلاب، هذه الانفراتين بروفوس واللي فوقها اللي هي تمبرال فوسا. تمام، هذه الانفرا تمبرال فوسا واللي هي تكون بيهايند خلف هذا العظم المجزلة، وتكون لاترال شوية يعني بعيدة عن لاترال تيريغويد بليت. طبعا
طبعا اكيد كل يعني هذه منطقة احنا مثل ما اخذنا الحدود مال التيمبورال فوسة اخذنا هسه نريد ناخذ الحدود مال الانفرا تيمبورال فوسة. سو الباوندريز راح تجينا همتين من الامام ومن الخلف ومن الجوانب والروف اللي هو السطح مالتها. سو انتيريورلي من الامام شنو نلقى؟ البوستيريور سيرفيس اوف ذا بودي اوف ماكسيلا. خلينا نجي هنا anteriorly من الأمام أكو posterior surface الجزء اللي يعني السطح يعني الظهري أو يعني الخلفي للمجزلة. إذا هاي شوفوا هاي هنا هذا هنا بالضبط هو هذا السطح الظهري هاي المجزلة الأمامي هذا الخلفي مالتها. إذا ينطيني شنو الجزء الأمامي الجدار الأمامي مال التمبورال الانفرا تمبورال فوستا والسطح الخلفي العظم المكسلة. هاي أول حد. ثاني حد منو؟ الروف. الروف يعني شنو؟ السطح مالتها يعني المحتوى مالتها. شو يحتوينا؟ يحتوينا الانفرا تمبورال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد. اذا عندنا جريتر وينج اوف سفينويد هذا الفلور هذا الفلور يعني شلون يصير الأرضية مال هاي الفوسة هي تحتوي الـ infratemporal surface يعني الجزء الأسفل من الـ temporal bone of sphenoid. يعني sphenoid هو عظم الجزء العظمي اللي بصف الجزء الأسفل من الـ temporal bone. هذا يسوي لي شنو الفلور العفو الروف مال يعني مال السطح مال يعني هاي الفوسه مالتنا. بعد اني شنو هذا الروف السطح الفلور يعني يعني الزوليه الارض مالتها. بس اللي حكينا الروف يعني السطح مالتها. ميديالي من جهه القريبه يعني ميديالي اكو شيء اسمه لاترال تيروغويد بليت. سو ميديالي شنو اكو؟ ميديال وول مالتها اكو بد ما هي اسمها لاترال تيروغويد بليت. هاي يعني هذا الجزء الميديال وول مالتها للفوسة مالتنا. واللاترال وول مالتها هو الريموس اوف مندبل. سو اللاترال وول مالتنا اللي هو هذا الريموس اوف مندبل هذا طلاب هذا عظم الفك الاسفل. فهذا بارت من عظم الفك الاسفل فهو اللي يسوينا الجدار اللي شويه بعيد يعني عن هاي الفوسة يعني اللاترال وول مالتها. بعد شنو باقي لنا؟ الفلور الارضيه والبوستيريور وول يعني الجدار الخلفي هو عن طريق التيمبانيك بليت. هذا التيمبانيك بليت اوكي عظمه يعني قريبه من محتويات الاذن. اوكي اذا صار عندي انتيريورلي من الامام شوفوا هاي امام يعني هذا يعني مقطع يعني شلون انه جانبي للاريا. سو انه هذا الجزء يعني الانتيريور وول هو يحتوي لي على البوستيريور سيرفيس اوف ماكسيلا. يعني شو بوستيريور؟ يعني السطح الخلفي لل يعني شنو الماكسيلا؟ الماكسيلا هو عظم يعني الفك. بينما الانتيريور بينما البوستيريور وول هو يتكون من التيمبانيك بليت. هذا زين. الميديال وول الجزء القريب من الميد لاين مالتها من حدودها هي اللاترال تيروغويد بليت. بينما الجزء اللي شويه بعيد عن الميد لاين اللاترال وول مالتها هو يتكون من الريموس اوف مندبل. بقى ان الروف اللي هو السطح مالتها يتكون من السيرفيس اوف سفينويد. اذا هو العظم السفينويد بس البارت مالته اللي لازق اللي هو قريب كلش واللاطش بيما بالانفرا تمبورال سيرفيس يعني الجزء الاسفل من تمبورال بون يكون لنا الروف مال الفوسة مالتنا. تمام. مثل ما قلنا طلاب قبل شوية من أخذنا وقلنا التمبرال فوسة قلنا فتشي مهم وأخذنا الباوندريز مالتها وحكينا عنهم. بعدين انتقلنا لل يعني للكونتنت. فهسا ماتين احنا راح ننتقل للكونتنت مال انفراتمبرال فوسة. من أول محتوى الهاي الفوسة هي deep part of the parotid gland. هذا عندنا بالرسم مالتنا deep part of the parotid gland. إذن الجزء العميق من parotid gland هو موجود بالtemporal fossa وليس بالtemporal fossa. طلاب ذني كلش ممكن يجن تعداد يعني المحتويات مال كل فوسة ممكن يجن MCQ يجيب لك هذا المحتوى موجود بهاي الفوسة بس مو يعني موجود بهاي هي ممكن لا مو موجود بهاي موجود بديش الأريا.
شوية، فلازم تفرق لي يعني تحفظ لي انه كل اريا شنو المحتوى مالتها، بعد شنو قلنا من محتويات هذه الاريا. اذا تلاحظون هناك قلنا اكو عندنا التيمبوراليس مصل بالتيمبورال فوسا، بينما بالانفراتيمبورال فوسا عندنا في العضلتين، واحدة اسمها ميديال وواحدة اسمها لاترال تيرغويد. هذين يا طلاب، واحدة اسمها ميديال لاترال تيرغويد، لاترال تيرغويد هنا أنا عضلة، وهنا أنا اكو ميديال تيرغويد مصل، هاي هاي وهاي. اوكي بعد شنو عندنا؟ اكو في شيء اسمه سفينو مانديبولار ليجمنت، هذا الليجمنت يعني رابط. هذا الليجمنت وين صاير؟ بين السفينويد بون وبين المندبل اللي هو عظم الفك الاسفل، وبالتالي راح يعطيني فد يعني رابط يسموه سفينو مانديبولار ليجمنت، اللي دا يربط لي بين هذني يعني الاريات الثانيه، حتى يساعد لي على يعني القوه مال هذني العظمين. بعد من المحتويات مال هاي الاريا هي المكزيلاري ارتري اند اتس برانشز، مكزيلاري ارتري اند اتس برانشز. حطيت بين قوسين شنو يعني المكزيلاري ارتري؟ المكزيلاري ارتري از برانش اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري. الاكسترنال كاروتيد ارتري طلاب كلش في الشريان كلش مهم، يزود لي الوجه والرقبه الفيس اند النك، وهو اعتبر ديفيجن من الكومن كاروتيد ارتري. يعني عندنا في الشريان كلش كبير اسمه كومن كاروتيد ارتري، يجي ينقسم لي الى قسمين، واحد يسموه اكسترنال كاروتيد ارتري وواحد يسموه انترنال كاروتيد ارتري. فالاكسترنال كاروتيد ارتري هو اللي ينطيني برانش اللي هو اسمه شنو؟ المكزيلاري ارتري، واللي راح يزودوني منه؟ يزودوني اغلب التراكيب الموجوده بالفيس ماتي. اذا طالع المكزيلاري ارتري هو برانش من منو؟ من الاكسترنال كاروتيد ارتري، واللي هو يزود لي اغلب التراكيب الموجوده بالفيس او ذا فيس. ثالث شيء شنو؟ خامس شيء عفوا من المحتويات مال الانفراتيمبورال فوسا هي تيريغويد فينوس بلكسس. شنو يعني فينوس بلكسس؟ يعني بلكسس تجمع مال بين هوايه وسووا لي شبكه، سو شبكه يعني مال فينوس درينج، يعني مال تجمع مال دم وريدي، يسموها تيريغويد فينوس بلكسس. فبين قوسين حاطت لك شنو هي هاي؟ is a venous plexus of considerable size. يعني شنو considerable size؟ يعني فتح حجم يعني كلش زين. ليش؟ لانه a lot of vein، العديد من الاوردة تنتهي بها، and is situated، تقع بين temporalis muscle، بين العضلة هاي اللي موجودة بالtemporal fossa and lateral pterygoid muscle اللي هنا أنا موجودة بالinfratemporal fossa and partly between the two pterygoid muscle، وهي عادة موجودة بين ذني العضلتين. وطبعا هي هاي شنو وظيفتها؟ تسوي درينج، يعني تصريف للدم الوريدي بأغلب الـ يعني الفين الأوردة اللي موجودة بالدماغ. وين موجودة؟ موجودة بين العضلتين اللي هي ميديال اند لاترال بتيريغويد، وهم موجودة بين تمبورالس مصل واللاترال بتيريغويد. سادس محتوى لهذه الاريا هي المانديبولار نيرف اند اتس برانشز. خلينا نشوف المانديبولار نيرف هو طالع منين. از ا تيرمينال برانش اوف ذا تراجمينال نيرف. اذا هذا الترايجمينال نيرف تذكرون طلاب قبل شويه اخذناه، قلنا هو الكرانيال نيرف الخامس، واللي هو مسؤول عن السنسيشن مال الفيس، مسؤول عن الاحساس بالوجه، ومسؤول عن الحركه هماتين، اللي مسؤول اللي تضمن لي الحركه مال البايتنج، العض او التشوينج، المضخ. تمام، فهو المانديبولار نيرف يعني كلش يعني هو تراجمينال نيرف كلش فد نيرف مو قلنا كومبلكس، فيعطينا ا لوت اوف نيرفز. واحده من النيرفات اللي يعطينا اياها هو المانديبولار نيرف، يعني النيرف اللي موجود يعني يم المانديبول اللي هو عظم الفك الاسفل، اللي هو طبعا يعني مو بس هو يعني تراجمينال نيرف مو بس يعطينا المانديبولار نيرف، وانما ايضا ينطيني بعد نيرف ثاني اسمه المكزيلاري نيرف اند الاوفثالميك نيرف. اوفثالميك يعني نيرف يروح لي وين؟ يروح للعين. و زين
فزين طلاب، فعندنا شنو يعني المانديبولار نيرف هو اعتبره كنيرف من الترايجمنال نيرف، وياها ويا الترايجمنال نيرف يطلع لي بعد نيرف ثاني اللي هو اسمه الاكسلوري نيرف، والاوفتالميك نيرف اللي هو هذا الاوفتالميك يعني عين، فاللي يروح للعين. هذول كلهم يطلعوا لي منين؟ من الترايجمنال نيرف. زين هو هذا المانديبولار نيرف شو يسوي؟ ات هاز سنسوري رول، عنده فت يعني فد دور فعال بالسنسيشن بالاحساس، وين؟ بالهيد بالراس. اند از اسوشيتد وذ باراسمبثيتيك فايبر اوف اذر كرانيال نيرف، يعني هو مو بس يعطيني احساس يعني دور حسي بالهيد، وانما لا اله يعني بعد فايبر اللي هي تكون باراسمبثاويه ويا بقيه يعني الكرانيال نيرف الثانيه. اوكي باقي نكمل المحتوى مال هذه الاريا مالتنا. بعد شنو عندنا طلاب؟ هسه ذكرنا هنا المانديبولار ديفيجن او ترايجمنال نيرف، يعني بعد ماكسيلاري ديفيجن، عفوا المانديبولار نيرف اللي هو ديفيجن ماكسيلاري نيرف اللي ويا الماكسيلاري والاوفثالميك. اذا المانديبولار نيرف هو ديفيجن من الترايجمنال نيرف اللي هو الكرانيال نيرف الخامس، ويا يعطي فروع اللي هي من هي الماكسيلاري نيرف والاوفثالميك نيرف. خلصنا منه، نكمل المحتويات مالتنا. عندنا فد شي ذكرناه، فد شي طلاب تذكرون بمحاضرة الباروتيد ذكرنا عندنا فد شي اسمه اوتيك جانجليا، واللي قلنا هي هاي تجي جانجليا معناه تجمع اوف سيال نيرف بوديز، واللي قلنا احنا الالياف العصبية اللي تجي الباراسمبثاوية اللي تجي من الكرانيوم نيرف التاسع، تذكرون لي اسمه جلوسوفارنجيال. اذا تحبون راجع المحاضرة الاولى اللي اخذناها النيرف سبلاي اوف ذا باروتيد جلاند، قلنا اللي عندنا فد نيرف اسمه الجلوسوفارنجيال نيرف اللي هو الكرانيال نيرف التاسع، يعطينا فايبر تلف لنا طريق خلاها نروح للاوتيك جانجليا. الاوتيك جانجليا اللي هي قلت لكم تعريفها الاجريجيشن اوف سيل نيرف بوديز، نيرف بوديز. زين شنو بين قوسين حاطت لك هاي شنو وظيفتها؟ الجانجليا هي از سمول باراسمبثيتيك جانجليا، اذا هي الفايبر اللي توصل لها تكون باراسمبثاوية. لوكيتد وين؟ تقع طبعا بالانفرا تمبورال فوسه تحت فد يعني فرامن. شنو يعني فرامن؟ يعني فتحة يعني ثقب يسموه اسمه فرامن اوفالي. هذا الفرامن اوفالي موجود بالسكال اللي هو وين؟ عند الانفرا تمبورال فوسه. اذا الاوتين جانجليا وين موجوده؟ بالانفرا تمبورال فوسه. It is functionally من الناحية الوظيفية associated with glossopharyngeal nerve، هي ويا من يعني هاي الاوتيك جانجليا ويا الجلوسوفارنجيال نيرف اللي هو الكرانيال نيرف التاسع، تسوي لي انيربيت، تسوي لي يعني تزويد عصبي المن طلاب للباروتيد جلاند، وبالتالي تساعد لي على السلايفيشن. اصلا احنا قلنا شنو يعني وظيفة الباروتيد جلاند؟ هي السلايفيشن. ثامن محتوى طلاب، وهذا العفو هذا التاسع محتوى 19، يعني النمبر غلط هنا، عدلكم اياه ان شاء الله. الثامن محتوى هي عندنا تشي كورد تمبني. كورد تمبني هي نيرف يعني اعصاب، از ا نيرف ذات ارايزز من ينشأ من الماستويد سيجمنت اوف ذا فيشال نيرف. اذا الكورد تمبني تطلع من الفيشال نيرف طلاب، يا في الفيشال نيرف يا كرانيال نيرف، كرانيال نيرف السابع اللي اخذناه بالمحاضرة الاولى والثانية. هذه كورد تمبني تحمل لي يعني اعصاب تزود لي الاحساس بالقسم بالثلثين الاماميه من اللسان، for the anterior two-third taste sensation for the anterior two-third of the tongue، عن طريق اللينجوال نيرف، يعني هي هاي تعطينا اللينجوال نيرف واللي هو يزود لي احساس بالانتيريور تو ثيرد الجزء الامامي من على لا يعني الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك، يزود لي بالاحساس بالتيست، يعني تيست يعني شنو؟ سنسيشن. اوكي بالتيست بالتذوق. وبعد بيها هما كان بارا سمباثيك فايبر اللي هي تكون سكريتو موتور، موتور حركيه وسكريتو يعني افرازيه، تزود لي المن للسب مانديبولار والسب لينجوال جلاند. اذا تعطيني هما كان فايبر المن للغده اللي هي تحت الفك الاسفل والغده اللي هي تحت اللسان. تمام
إذا الأوتيك جانجليا هي هم أجريجيشن أوف نيرف سيل بوديز، والكورد تمبني هي نيرف يطلع لي منين؟ من الفيشل نيرف. بالضبط وين؟ بالماستويد سيجمنت، يعني في الأريا بالبراين يطلع من عندها. تمام. بعد من المحتويات الانفرا تيمبورال فوسا، المحتوى التاسع هو البوستيريور سوبيريور الفيولار برانشز اوف ذا ماكسيلاري نيرف. اذا الماكسيلاري نيرف طلاب، اللي هو الماكسيلاري نيرف يعني يطلع من الترايجمنال نيرف. شوفوا طلاب استوني ان الترايجمنال نيرف يعني الترمينال برانش او الترايجمنال نيرف along with الماكسيلاري نيرف او الثالمك نيرف. اذا عندنا الماكسيلاري نيرف هو ينطيني برانش اللي هو شنو اسمه posterior superior. posterior يعني خلفي، superior يعني خلوي، alveolar branch اللي هو هذا منين طالع لي، يعني اقول لك posterior superior alveolar branch منين طالع، راح اقول لي من maxillary nerve. مثلا اقول لك طالع من mandibular nerve، لا غلط، هو طالع من maxillary nerve. الشيء شنو وظيفته اصلا هذا النيرف؟ يزود لي الاعصاب المن للساينس، يعني ذني الجيوب. الجيوب شايفين لما سامعين كنا لما يصير عندنا التهاب وما اعرف شنو الجيوب الانفيه، فهاي اللي اقصد بها جيوب، مو التهاب يساعدنا، بس هذا المقصود بالجيوب. ماكسيلاري ساينس يعني الجيوب الموجوده في الوجنات مالتي بالخدود. والمولر تيث هم يزود لي بالاعصاب المن للمولر تيث. انتم تعرفون بعد هذا شغلكم المولر تيث وين صاير. تمام. اذا بوستيرير سوبيرير البيولر برانش ومنين برانش من المكسيلاري نيرف، واللي يزود لي المكسيلاري ساينس والمولر تيث. لهنا خلص المحتويات مال الانفرا تيمبرال فوسي. يعني هاي حطيت لكم طلاب قسم من يعني من المحتويات مال الاريا، واللي هي قلنا عندنا مثلا الديب بارت مال باروتيد، قلنا اللاترال والميديال بتريكويد مصل، ذكرنا سفينو مانديبولار ليجامنت، ذكرنا بعد من ذني اللي هسه هنا بالصورة شنو عندنا، هذا اللي استونا حكينا قلنا posterior superior alveolar nerve اللي طالع من maxillary nerve. هذا طلاب posterior superior alveolar nerve، واللي يزود لي قلت يزود لي المولر تيث وال ماكسيلاري ساينس. تمام. التجويف اللي هنا موجود بالوجنه، تجاويف بالوجنه اللي يزودها بوستيرير سوبيريور. شوفوا شلون جاي هنا طالعين من هذا الاصفر. اوكي، فهاي يعني تقريبا طلاب، يعني تقريبا بصوره عامه هاي المحتويات مال هذه الاريا. ان شاء الله يا ربي تكون المحاضره مالتكم يعني قدرت اوصلها لكم بطريقه سمبل، لانه بصراحه هي it is a complicated subject. واتمنى لكم الموفقيه والنجاح طلاب، وان شاء الله محاضرتنا اللاحقه راح نكمل المحاضره من المصل اوف ماستيكيشن الى اخر المحاضره. مع السلامه، شكرا جزيلا.